السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احداث سقوط مدينة مانشستر على يد ليستر سيتي وعلى يد توتنهام هوتسبير. بدأ احداث اللقاء الاولاني، لعب مانشستر سيتي مباراته على ملعبه الاتحاد ضد ليستر سيتي الضيف، وقد تغلب الضيف على صاحب الأرض بنتيجة كبيرة جدا قاسية على جوارديولا وعلى لاعبي مانشستر سيتي وعلى جمهور مانشستر سيتي، نتيجة 5-0. يسقط مانشستر سيتي بطل الدوريات السابقة اللي كان بيتصدر الدوري الانجليزي في السنوات الماضية على يد ليستر سيتي بنتيجة كبيرة قاسية جدا. انا شايف ان هي نتيجة كبيرة ان يتغلب بيها جوارديولا ولاعبته وكامل نجومه 5 من ليستر سيتي. دي نتيجة قاسية، نتيجة كبيرة، يعني نتيجة تزعل فعلا وتحزن. والله الواحد ما كانش مصدق ابدا ان مانشستر سيتي اللي بيقدم كرة جميلة جدا، تيكي تاكا ولعب حلو جدا، يتغلب 5-0، ولكن ما كانتش مفاجأة قوي بعد احداث اللقاء الثاني لقطب نفس المدينه مانشستر يونايتد والذي سقط على يد توتنهام هوتسبير بنتيجه 6-1. بدا احداث اللقاء ودخل سولوشاير المباراه مدرب مانشستر يونايتد، وقد احرز مانشستر يونايتد هدفه الاول في اول دقيقتين من اللقاء، وسرعان ما قلب مورينيو الطاوله وسقط مانشستر يونايتد في الشوط الاول باربع اهداف متتاليه، تخلص النتيجه في الشوط الاول 4-1. ونيجي لاحداث الشوط الثاني، ما قدمش مانشستر يونايتد اي حاجه ولا كاني اي شيء لم يكن، ولكن بالعكس مورينيو اصر على اقصاء مانشستر يونايتد وتعذيب جمهور مانشستر يونايتد وفريقه السابق، وسجل توتنهام هدفين كمان ليصبح إجمالي النتيجة في المباراة بعد ما انتهت 6-1 لصالح توتنهام هوتسبير. ودي نتيجة برضو قاسية جدا على عشاق وجماهير مدينة مانشستر وعشاق الشياطين الحمر، نتيجة قاسية. يعني فرقتين قطبين للدوري الإنجليزي هما اللي بيتصدروا الترتيب دايما أول وتاني في مدينة مانشستر، يسقطوا الاثنين في نفس الأسبوع ب 11 هدف، تتمطر شباكهم ب 11 هدف، 5 لمانشستر سيتي و6 لمانشستر يونايتد. ولكن كان ليفربول له رأي آخر وسقط ب 7 أهداف مقابل هدفين لمحمد صلاح في نفس اللقاء من فريق بقى أقل، ألا وهو أستون فيلا اللي بيلعب فيه لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه، اللاعب اللي كان قدم في هذه المباراة جيم حلو جدا وكان نفسه ومعنوياته حلوة قوي وبيرقص ناحية اليمين وعمل عرضية وشارك وصنع هدف، يعني كان مزاجه عالي جدا في المباراة وكان الجيم مفتوح. أنا أعتقد إن ليفربول استهون بلعيبة أستون فيلا، كان باين في أول اللقاء الفرص اللي ضيعها كتير جدا جدا جدا. فيرمينيو ضيع فرص كتير جدا بالجملة في هذا اللقاء، وكأني ليفربول عايز يدخل هدف من منطقة الستة، ولكن سرعان ما رد بقى أستون فيلا وعاقب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي السنة الماضية وبطل دوري أبطال أوروبا واللي لعب المباراة النهائية ضد ريال مدريد في رمضان واللي كلنا شفناها واتغلب بإصابة لمحمد صلاح في الكتف، يعني فريق وصل لنهائي أبطال أوروبا والسنة اللي بعدها خد دوري أبطال أوروبا والسنة اللي بعدها اللي هي السنة، تتخيل إن ليفربول يعمل رومنتادا عالمية على برشلونة اللي غلبوا في مباراة الذهاب في كامب نو 3-0، وكان فريق ليفربول رد في مباراة العودة رومنتادا عالمية. يعني احنا بنتكلم على فريق عملاق خطوطه كاملة دفاعيا، خط وسط هجوميا، اي نعم غاب سادو ماني للاصابة بكوفيد 19، ولكن ما كانش
هي السبب ان ممكن يخسر ليفربول 7، بدليل ان في لقاءات كتير جدا لعبها ليفربول مع فرق كبيره وعملاقه بدون ساديو ماني وبدون محمد صلاح ما خسرش 7 ابدا. دي نتيجه كبيره جدا وقاسيه جدا على عشاق كره القدم في الدوري الانجليزي وفي العالم كله، واحنا كلنا زعلنا طبعا من اللقاء وشفنا حاجات صعبه جدا ونتائج صعبه جدا، ولكن السبب هو برشلونه اللي اتغلب 8 من بايرن ميونخ وطمع جميع الفرق ان هي تكسب. النهارده انت ما فيش حد بيصلب على النتائج بتاعته في جدول الترتيب، يعني ما بقاش في فريق صغير يصيب على نتيجته مع الفرق الكبيره، الكل بيدخل يلعب المباراه والكل بيدخل يحاول يكسب والكل بيقدم الجديد. النهارده ما تتوقعش اي نتيجه ابدا، لا فريق صغير بيلعب فريق كبير او العكس. كره القدم متعتها، احنا بندور على كره القدم وبنشاهدها عشان انت فعلا بتستمتع، بتديك انطباع ان فعلا في حاجه حلوه في الحياه، في حاجه كويسه، في احداث العقل لا يمكن انه يصدقها، ان فريق كبير وعظيم يتغلب 7 و6 و5. ولكن احنا قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا هندي جيمس رودريجيز حقه اللي سجل 2 في مباراه ايفرتون اللي كسبها 4-2، واللاعب ده خرج من ريال مدريد ازاي وازاي زيدان مش مقتنع به، اللي كان مساعد لانشيلوتي اللي بيدرب ايفرتون حاليا وجاب جيمس رودريجيز عشان يظهر الجوهره ديت ويظهر النجم ده. النجم ده متالق، وكل مباراه مانشستر ايفرتون كسبها اللي لعبها في الدوري الانجليزي كلها بفضل اللاعب الفذ جيمس رودريجيز صاحب القدم اليسرى. وكذلك برضو احنا عايزين ندي برضو فريق من فرق الدوري الانجليزي حقه، الا وهو فريق ليدز يونايتد اللي بيقدم جيم حلو جدا في مبارياته، كسبوا ليفربول في مباراة الافتتاح بصعوبة جدا، وفي اخر مباراة له في الاسبوع ده كسب ليدز 3، فهذا فريق محترم جدا واعتقد انه هيكون له ترتيب كويس في الجدول. وانا متأكد يقينا انه هيلعب في دوري الابطال وهيكون من ضمن الخمسة الاوائل في ترتيب الجدول. طبعا لكل جماهير وعشاق الزمالك في كل مكان، فوزنا الغالي على سموحة في كاس مصر 2-1، ويقدر يتخطى الزمالك عقبة سموحة بعد ما اهدر اللاعب محمود علاء المدافع الكبير ضربة جزاء وصعب الامور تماما على الزمالك طوال المباراة. المباراة مستمرة 1-1 وتنتهي بهدف 2-1 وتخلص المباراة على خير، والف الف مبروك للعشاق وجماهير الزمالك في كل مكان. 3 نقاط غاليين في كاس مصر، ولكن النتيجة في توقيت والمباراة في توقيت صعب على لعيبة الزمالك وعلى رئيس النادي مرتضى منصور بعد ان تم معاقبته من قبل اللجنة الاولمبية بإيقافه 4 سنوات عن عدم الظهور أو تمثيل نادي الزمالك في أي محفل أو أي مناسبة رياضية. وبكده يكون الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.